التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات متواصلة شوطا تلو الآخر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق الشوط 17 الذي يحمل في طيات الإبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان. نسير وإياكم مع انطلاقة أول المراكز أول التحديات زعفران أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم لنا زعفران بينما شواهين مع المركز الثاني هنالك سيف بن علي بن مران الظاهري يتقدم مقدم لنا شواهين على ثاني المراكز بينما النغلة إلى المركز الثالث السايحة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسية بينما النغلة إلى المركز الرابع هنالك الوصول والدخول الانضمام من شعار بن علوان مقدم لنا الشاينية مطر بن علي بن علوان الاكتبي بينما المركز الخامس حيث الوصول من سمحة راشد بن مصبح بن بطية القايدي بينما النغلة إلى المركز السادس المس خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وصلت بدايع وصل بن ضبيب محمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسية مقدم لنا بدايع مع سابع المراكز المركز الثامن شواهين عبد الله بن سعيد بن حمد السعيدي مقدم لنا شواهين مع ثامنة المراكز والمركز التاسع هنالك مطر علي بن حميد بن رزية الشامسي والمركز العاشر مناورة مبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي. هكذا هي النتيجة هكذا هو الندى للعشر المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على هذا الشوط. عودة إلى المقدمة عودة إلى الصدارة عودة إلى البداية الأولى إلى شواهين طواري غرامة طواري غرامة شرعت بابي المقفول وساقت شواهين الغلا ما بيني وبينه شواهين سيف بن علي بن مران الظاهري بينما المركز الثاني زعفران أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري والمركز الثالث الشاينية مطر بن علي بن علوان الاكتبي النغلة إلى المركز الرابع هنالك اللي وصلت اللي تدخلت المسك خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وخامس المراكز بدايع محمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي نداونة الثانية للخمس المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المقدمة الأولى لنا عودة إلى الصدارة إلى البداية إلى زعفران وين بالقالي تفلتين فلة لي بدنها زاد وين الضلع طاح ما ضربها في بند أكل والمناكب كانها روس رباح انغمزها ما تعطيها المال كانها ضبين ميفل في صباح والعلاوة عندها مثل السهل ولي حضر مركاضها في التيم صاح عرقها مسوب بين أمه فحل والسلالة كلها ثروة رباح الله 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 هنالك شواهين غيرت إلى المقدمة شواهين غيرت إلى الصدارة مع الغلاف الجو الأخير سيف بن علي بن مران الظاهري هال العين غادمين غادمين بكل قوة يبحثون عن الفوز يبحثون عن الانتصار مقدم لنا الشواهين مقدم لنا الشواهين واسرع من الشواهين هذه شواهين سيف بن علي بن مران الظاهري بينما المركز الثاني زعفران أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وصل بن ضبيب مقدم لنا بدايع محمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان
الحسن الشابسية والحميري قادم، مقدم لنا المس خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. لك الشواهين، لك الشواهين، شواهين والاسم الواصل هنالك شذا مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبية. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، شواهين، شواهين، سيف بن علي بن مران الظهرية. هنيا لك يا الظهرية على هذا الفوز، على هذا الانتصار الذي تقدمه شواهين من الظبي. تاخذ مسيرة ليفل ذعذع لصير، انعم من الورد وحريرة وخم من دوس العصافير. سلام الى مالك شواهين، سلام لسيف بن علي بن مران الظهري، سلام الى اهل العكف، سلام وتحية، سلام وتحية. مشكور يا بن مران الظهري على هذا الاداء المميز الجميل. شواهين سيف بن علي بن مران الظهري المركز الثاني، شذا مطار بن سعيد الحضيرم الكتبي بدايع مع ثالث المراكز محمد بن حامد الضبيب بن سليمان الشامسي والمركز الرابع هنالك المس خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري. تهانينا والناموس مالك شواهين سيف بن علي بن مران الظاهري. 6 دقائق 3 ثواني 86 جزء بين الثانيه بالفعل. تبغيت شواهين، تهانينا لسيف بن علي بن مران الظاهري والسلامات الى اهل العين كفه بالفعل. دار الزين ما يصح الا صحيح. تهانينا للجميع.